تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي، واليوم معانا في التنسيق والمتابعة الأستاذة نجاة السويدي، ومخرجنا اليوم الأستاذ سعيد المر. في التقديم معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالمواضيع الجدا شيقة. مستمعين الأعزاء، إذا كنتوا حابين تتواصلون معنا تقدرون على الأرقام التالية 6005514414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل ما نبدأ حلقتنا مثل ما عودناكم، خبر اليوم يتحدث عن 3 أطعمة ينصح بتناولها باردة. جمعية التغذية الألمانية أعلنت أن بعض الأطعمة الشائعة ينصح بتناولها باردة وليست ساخنة، ألا وهي البطاط والأرز والمعكرونة، يجب أن تؤكل باردة لأنها تحتوي على نسبة عالية من النشا والكربوهيدرات التي تسبب عند تناولها الساخنة ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم، ولكن عند تناولها باردة يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم ويؤثر إيجابا في عمل الأمعاء. وأيضا قالت الجمعية أنما عندما تكون هذه الأطعمة باردة يتعامل الجسم مع النشا على أنه مادة متحللة، مما يؤثر في تنبيت الأمعاء ويساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وحتى قد يساعد على تخفيض الوزن. ويضيف أيضا الجمعية أن تعود مساعدته للأمعاء في امتصاص النشا بنفس طريقة امتصاص الألياف الغذائية، مما يساعد في تعزيز تنبيت الأمعاء وتحسين عملية الهضم، وأن تنظيم مستوى السكر في الدم يساعد في تخفيض الشعور بالجوع، وأن كمية السعرات الحرارية في الأطعمة الباردة المحتوية على النشا تنخفض. ويؤكد المتحدث على أنه في حالة تسخين الطعام مرة أخرى فإنه يحتفظ بجزء كبير من النشا المفيد. هذا كانت معلومتنا لليوم مستمعين الأعزاء. اليوم أسماء الجناحي شوي مشغولة، فأنا بعطيكم آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. إحنا أعلننا في هيئة الصحة عن الأسئلة والأجوبة، مثل ما تحدثنا عنها أمس، عن إجابة للأسئلة والتساؤلات الخاصة بالفئة تطعيم الفئات العمرية من عمر 12 ل 15 سنة. وأيضا أمس أعلننا عن خدمة الحصول على شهادة فحص ما قبل الزواج الخاصة بكم رقميا، إذا أنتم كنتوا حابين تعرفون تفاصيل حصول لكم على هذه الشهادة وهذه الخدمة، تقدرون تدخلون مواقع التواصل الاجتماعي لدينا وتشوفون إيش قايل، تقدرون تحصلون على هذه الشهادة رقميا، وهذا الشيء طبعا أكيد بيوفر عليك الوقت والجهد، وأيضا بيعطيك تجربة فريدة تلبي احتياجاتك. و
وأيضا مستمعين الأعزاء، كلنا شفنا الإحاطة الإعلامية أمس، وأكيد الكل اطلع على الأهم الفائدة التي تقدمها وفعالية التطعيم في خفض الأعراض وخفض معدلات الوفاة مستمعين الأعزاء. لذلك أنا أنتهز هذه الفرصة وأقول للأشخاص اللي ما زالوا مترددين في الحصول على اللقاح إن نسبة الإصابة بين المطعمين وغير المطعمين جدا يعني نسبة كبيرة، 16% فقط في المطعمين وغير المطعمين 84%، فلكم أن تتخيلوا الفارق الشاسع مستمعينا. وأيضا نسبة دخول الأشخاص المصابين للمستشفى تكون 11% في المطعمين وغير المطعمين 89%، وبعد نسبة دخولهم للعناية المركزة أيضا الفارق جدا شاسع. وأيضا الله يحفظ الجميع حالات الوفاة أيضا تكون نسبتها جدا شاسعة ما بين المطعمين وغير المطعمين. لذلك أنا حابة أنتهز الفرصة وأقول لجميع المستمعين اللي ما زال متردد وما يعرف هل يأخذ اللقاح أو ما يأخذ، أنا أقول اليوم تأخذون موعد لحصولكم على اللقاح، وبالأخص الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض، كبار السن المفروض بهالوقت يكون جميعهم حصلوا على اللقاح، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة المفروض أيضا أنهم حصلوا على اللقاح. اللي ما زال متردد لا يتردد أكثر من كذي ويبادر في أخذ أقرب موعد لحصوله على اللقاح. وأيضا احنا ننصح جميع الفئات العمرية من عمر 12 سنة وطالع، جدا مهم انكم انتوا آن الأوان ان احنا نتخذ ونشل على عاتقنا المسؤولية في حماية أنفسنا والجميع ونبادر بأخذ اللقاح. هاي كانت أخبارنا في وسائل التواصل الاجتماعي مستمعينا الأعزاء، بنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل بنتحدث عن المكملات الغذائية. صحة وسعادة، رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. يكثر الحديث من وقت لآخر حول المكملات الغذائية وهل هي مفيدة أم ضارة، واليوم بنستعرض مع الأستاذة مريم علي أخصائية التغذية العلاجية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي في هيئة الصحة في دبي، راح نتحدث عن المكملات الغذائية وهل هي مفيدة أم ضارة. صباح الخير أستاذ مريم. صباح النور دكتورة هند، وتحية طيبة لك وللمستمعين الكرام. بداية لو نتحدث عن المكملات الغذائية، احنا شو نقصد بهذه الكلمة؟ بالنسبة للمكملات الغذائية نقول إذا بنعرفها هي عبارة عن منتجات أو مستحضرات مكملة للغذاء وليست أدوية، يعني ما تعتبر هي أدوية علاجية. طبعا هي تكون مكمل غذائي يومي يدعم النظام الغذائي لجسم الإنسان ويلبي الاحتياجات اللي تكون ناقصة في جسمه، يعني بنقول انه ما يعتبر ليس علاجا للأمراض وإنما هو وله بديل عن الأدوية اللي تكون موصوفة لعلاج الحالات المرضية، بس هي لها دور في تحسين جودة الحياة عن طريق تقليل بعض الأعراض المرضية وتغطية النقص لأشخاص يعانون من سوء التغذية. طيب مدى أهمية هذه المكملات الغذائية وإيش كثر إحنا نقدر نعتمد عليها؟
في البداية المكملات الغذائية عديدة، إذا نحن بنجلس نشوفها في منها أنواعها نذكر، نقول في منها المعادن وفي منها الفيتامينات، في الأعشاب وفيه اللي هي على شكل أحماض أمينية، بروتينات وتكون على شكل حبوب أو بودرة أو أعشاب، والمفروض تكون تحت شروط معينة، يعني مش أي شخص يقدر ياخذ هاي المكملات الغذائية. في البداية لازم هي تكون تحت إشراف طبيب عشان يعين الحالة ويشخص الحالة، وبناء عليه نوصف المكمل الغذائي. وفي أشياء ممكن نحن لازم نحرص عليها قبل ما ناخذ هاي المكملات الغذائية، قلنا أول شيء باستشارة الطبيب. وفي حالة إذا بناخذ مكمل غذائي لازم يكون طبعا هالمكمل الغذائي مرخص من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتكون خاضعة لرقابة متواصلة. مثل ما نحن عارفين في مكملات غذائية ما تخضع لرقابة متواصلة وتكون تجارية في الغالب. جدا مهم ان نحن اذا وصف لنا المكمل الغذائي نقرا التعليمات اللي على المكملات الغذائية اساس ما نتعرض للتداخلات الدوائية. ولازم يكون المكمل الغذائي اذا هو مكمل غذائي مرخص أن يكون خالي من الادعاءات العلاجية، يعني ما بي باخذ مكمل والله مكتوب هذا المكمل يساعد على نشاط الجسم ولا أنه آمن يعطي طاقة كبيرة، هاي الادعاءات اللي موجودة، أو مثلا ينزل الكوليسترول يساعد في انخفاض الكوليسترول. يعني تقصدين الادعاءات اللي تقول ان بتشفى من مرض معين اذا انت اخذت هذه المكملات، او المكملات اللي يعني يعطيك تاثير جدا يعني سحري، فهاي الادعاءات احنا يعني نقول للمستمعين الاعزاء يعني ما تكون صحيحه، والواحد يجب ان يتوخى الحذر في أخذه لهذه المكملات. وما في مكمل غذائي يعالج مرض معين، لأن أنت مثل ما قلتي هذه المكملات ليست بأدوية ولكن هي عوامل فقط مساعدة. نعم، والفئات اللي يستخدمونها طبعا كل الفئات العمرية هيقدرون يستخدمون هاي المكملات على حسب الحالة المرضية اللي هم يعني هي مش مرتبطة بمرحلة عمرية معينة، وهل هي مرتبطة بحالات مرضية محددة؟ في ناس ممكن يعني يأخذونها، مثلا عندنا الحوامل مثلا محتاجين بعض الفيتامينات ممكن يكملونها عن طريق المكملات الغذائية. في ناس اللي هم النباتيين ممكن يكونون عرضة، بعض فئات من النباتيين يكون عرضة لنقص عنصر من عناصر الفيتامينات، ممكن بعدهم يلجؤون لهاي الأشياء. وفي الناس المصابين بالحساسية خاصة الحساسيات الغذائية ممكن بعد يلجؤون لهاي الأنواع من المكملات. طيب شو اللي خاطئين يكونون للعمليات الجراحية؟ صحيح. يعني تكون في فترة مؤقتة مش دائما وباستمرار. طيب نتحدث شوي عن فوائد المكملات وشو هي أضرارها أيضا؟ فوائدها مثل ما قلنا هي تحسن جودة الحياة وتكمل النقص في الغالب. يعني مثلا الناس اللي عندهم مثلا أنيميا حادة تكون، إذا الأنيميا نسبتها الحديدة نسبتها جدا نازل، فهذا اللي يستدعي أنهم يأخذون المكمل الغذائي أساس يكملون النسبة تكون ترد لطبيعتها، بس ما تكون مثل ما قلنا إن المكملات هاي تكون دائمة وبشكل مستمر. طبعا الأنيميا لها عدة أنواع أستاذة، إحنا نتحدث عن الأنيميا المرتبطة بنقص الحديد أو بالغذاء، فهذه ممكن المكملات تساعد، لكن مثل ما قلتي هي مش مدى الحياة، فترة زمنية معينة حسب ما يقدرها الأخصائي أو الطبيب المعالج. أي
في أضرار لها بعد، مثل ما هي لها فوائد لها أضرار. دائما ننصح للناس اللي مثلا وايد صادفوني هناس مثلا وحدة تستعمل مكمل غذائي أن مشكلتها تساقط الشعر، فالثانية عندها نفس المشكلة هاي تساقط الشعر، ولكن التشخيص يختلف. يعني واحدة عندها تساقط الشعر ناتج عن نقص الحديد، والثانية ممكن يكون عندها تساقط شعر بسببه مثلا خلل في الهرمونات، ممكن يكون عندها تستعمل دواء مثلا هذا الدواء خلاها الشعر يتساقط. فهني ننبه الناس انه مش اي مكمل غذائي ممكن ينفع للشخص وينفع الشخص الثاني. التشخيص جدا مهم وزيارة الطبيب مهمة. بشكل عام الإفراط في تناول المكملات الغذائية ممكن يأثر على صحة القلب، وممكن يعرضه لنوبات قلبية. ممكن زيادة هاي المكملات بعد على المدى الطويل يؤدي إلى الإصابة بالحساسية. في ناس ممكن يأثر عليهم أنه يسبب لهم الصداع، إسهال، انتكاك، صعوبة في التنفس. ممكن الاكثار بعد عندنا من الأوميغا 3 ممكن يؤدي إلى زيادة سيولة الدم، الاضطرابات النفسية، القلق، هاي كل الأشياء ممكن تأثر. خاصة ننصح الرياضيين بعد بالنسبة له استعمالاتهم أو تناولهم للبروتينات تكون بحذر، لأنها ممكن تأثر على وظائف الكلى. هل في نصيحة أخيرة حابة توجهينها للمستمعين قبل ما نختم فقرتنا معك؟ في الغالب للناس الطبيعيين اللي ما عندهم أي مشاكل غذائية يفضل أنهم يعني اللي يتناول جميع وجباته الغذائية بانتظام ويمشي على أنماط حياة صحية، ما يحتاج أنه يأخذ له مكمل غذائي. أستاذة مريم علي، أخصائية التغذية العلاجية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك الجدا قيمة، يعطيك ألف عافية. كانت معنا الأستاذة مريم وتحدثنا عن موضوع يمكن الكثير يغفل عنه اللي المكملات الغذائية. طبعا المكملات الغذائية بالفعل سوف تحسن من جودة حياتنا، ولكن في نقاط مهمة لازم احنا نحط في بال انها هي مش أدوية وليست بدائل عن الأدوية، وأيضا كثرة استخدامها أو سوء استخدامها ممكن أن تؤدي إلى مشاكل لا تحمد عقباها. مستمعينا الأعزاء، بنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل بنتحدث عن موضوع جدا مهم، ألا وهو ضربات الشمس والجفاف وكيف احنا ممكن نستمتع بالصيف دون الإصابة بها. فاصل قصير وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. نواصل حديثنا عن فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. اليوم بنركز حديثنا عن كيفية تمضية صيف آمن من الإصابة بضربات الشمس والجفاف، وأي حالات أخرى ممكن أن نتعرض لها خلال فصل الصيف. عشان أتحدث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة هالة مصطفى درويش، أخصائي طب الأسرة
في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتورة هالة. صباح النور، أهلا وسهلا دكتورة هالة. بداية لو تحدثين عن مشكلات ضربات الشمس والجفاف بشكل عام. طبعا في البداية أحب أشكركم على الاستقبال، وأحب أشكركم على الموضوع الجميل اللي بادين فيه. طبعا أتمنى للجميع صيف آمن، أتمنى للجميع أن يستمتع في هالصيف. ضربات الشمس من أكثر المشاكل اللي نواجهها في الصيف. صيفنا نحن حلو، صيفنا نحب نستمتع فيه ونحب نغير فيه جو، لكن ضربات الشمس شيء ممكن يكون خطير جدا ويجلب الصيف لمشكلة. ضربات الشمس نتعرض لها في كل مكان، ممكن نتعرض تحت الشمس أو حتى تحت حرارة عالية جدا. يعني حاليا نقدر نقول ان هذا موسم ان نطلع البحر ونطلع للاماكن المفتوحه اللي نغير فيها جو، فنفضل ان نحن ناخذ احتياطات معينه عشان ما نتعرض لهاي المشكله. اهم شيء ان يوم نحن بنسير البحر وناخذ عيالنا ان نحن نتفادى ان نسير في الاوقات اللي تكون فيها الشمس عموديه. يعني نسير في اول الصبح الى الظهر او من عقب الساعه 3 الى المساء. الشمس العموديه وارتفاع درجات الحراره والتعرض المباشر لها يرفع خطر ارتفاع حراره الجسم والتعرض للاشعه، واللي ممكن يكون جدا خطير. فوايد مهم بالنسبة لنا إن الناس تعرف إن التعرض للحرارة ممكن يسوي جفاف شديد، يسوي صداع، طبعا في أعراض وايد يسبب صداع، يسبب لهم جفاف، يسبب لهم مشاكل صحية، فنتفاداها في الفترة هاي. طيب لو نتحدث أيضا عن ما هي أعراض ضربات الشمس، طبعا هم مختلفين، ضربة الشمس تختلف عن الجفاف، فلو نعرف أعراض ضربة الشمس وأيضا ما هي أعراض الجفاف. في عندنا مراحل، في المرحلة في شيء اسمه الإجهاد الحراري، في شيء اسمه ضربة الشمس. الإجهاد الحراري إنه يتعرض للحرارة لفترة معينة وعقب إذا زاد يستوي ضربة الشمس. الإجهاد الحراري يبتدي بصداع، عطش، إرهاق وتعب شديد، ارتفاع في حرارة الجسم. وايد مهم أن ننتبه على الجفاف، عرض من أعراض ضربات الشمس والإجهاد الحراري. الجفاف هو عبارة عن أن الجسم يفقد من السوائل الكثير ونحن ما نعوضه، فتكون المشكلة تبتدي بالعطش، فالجسم يبتدي يعطينا مؤشرات أن أنا محتاج للماء، أنا محتاج للسوائل، أنا محتاج للأملاح، يعني حتى لازم نعوض الأملاح اللي نفقدها. فيبتدي الجسم يعطي مؤشرات العطش، فلازم على طول نشرب، نرطب الجسم، نعوض السوائل اللي خسرناها عن طريق الحرارة أو التعرض للشمس. فنشرب ماء، ننتبه للصداع. يعني إذا حس الإنسان أنه تعبان أو مرهق أو مصدع أو ما حتى ما عنده الطاقة الكافية، هذه كلها مؤشرات من الجسم أن أنا تعبان، أنا فاقد للسوائل وبحتاج لها للتعويض. فالجفاف عرض من أعراض ضربات الشمس والإجهاد الحراري. يعني بداية نتعرض للإجهاد الحراري ومن ثم نصاب بضربة الشمس، مثل ما قلتي الجفاف هو عرض من هذه الأعراض، المشكلة هذه. طيب كيف ممكن إحنا نتفادى الإصابة بضربات الشمس، أو بداية قبل ما تينا ضربة الشمس نتفادى الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري ومن ثم ضربة الشمس؟ التفادي يكون أولا بعدم التعرض المباشر لفترة طويلة للشمس والحرارة. نحرص أن إذا بنسير للأماكن المكشوفة والبحر والجو الأوبن إيريا، أن ما يكون في فترات الظهيرة الشمس عمودية، على الشمس تكون عمودية والحرارة جدا مرتفعة. إذا اضطرينا نكون في هالموقف أو أن نكون تحت الشمس ما نكون لفترات طويلة، الترطيب، ترطيب الجسم وشرب كمية كافية من الماء، إن هذا من أهم الأشياء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فننتبه للمؤشرات اللي الجسم يعطيها.
ممكن علينا نحن ككبار نحس بالعطش فنقدر نشرب. إذا بناخذ عيالنا وبناخذ الأطفال دائما الأم أو الأهل لازم يكونون حريصين إن على طول يذكرون عيالهم بشرب الماء، يذكرون ينتبهون على الأطفال إذا الطفل ارتفعت حرارته، استوى وجهه وايد أحمر، بدأ يتعب، بدأ نشاطه يخف، بدأ مو بقادر أو يصيح. يعني الأطفال طريقة تعبيرهم عن التعب بالبكاء، فإذا بدأ الطفل يصيح لازم ننتبه إن نعوضه ماي، نشوف إذا هو حرارته مرتفعة وايد أو لا. دائما نكون حريصين إن نكون في مكان ظلة، إن نستعمل واقي الشمس عشان بعد أشعة الشمس تكون وايد تائعة على الجلد، نستعمل واقي الشمس لنا ولأطفالنا. دائما يكون حتى نشرب الماء ونعوض الأطفال بالماء والأملاح اللي هي سوائل اللي تحارب الجفاف، اللي نحن نسميها oral hydration solutions، اللي سوائل اللي يأخذونها الأطفال عشان نعوضهم عن الجفاف. حتى ونحن طالعين ممكن ناخذها ويانا عشان نتأكد أنهم ماخذين السوائل والأملاح اللازمة لعلاجهم. طيب لو شوي نوضح للمستمعين الفرق ما بين الإنهاك الحراري وضربات الشمس دكتورة. الإنهاك الحراري نفس ما قلنا هو المرحلة الأولى قبل ضربة الشمس. تكون الحرارة مرتفعة، نعم عندهم الجفاف يكون متوسط، لكن إذا زاد التعرض للحرارة أو التعرض للشمس وارتفعت نسبة الجفاف في الجسم يسبب ضربة الشمس. ضربة الشمس هو مش شيء هين ولا يستهان فيه، لأنه ممكن يدخل المريض لا سمح الله في غيبوبة. يعني ممكن يوصل المريض لمرحلة إن نحن محتاجين لتدخل ودخول إلى المستشفى طبعا. وهذا شيء وايد كنا نشوفه قبل ما يستوي منع العمال من الدوامات في فترة الظهيرة من الوحدة لين الأربعة. فعشان كي وزارة العمل والإعمار طلعت هالقرار، لأنه ممكن حتى يوصل لمرحلة تشنجات الجفاف الشديد وفقدان الأملاح ممكن يوصل لمرحلة تشنجات. صحيح. فالإجهاد الحراري هو أول مرحلة وايد أعراض لها، إذا ما انتبهنا لها ممكن يتطور الموضوع لمرحلة ضربة الشمس. طيب وحدثتينا طبعا دكتورة عن طرق الوقاية منها، طيب شو نسوي إذا إحنا لا سمح الله تعرضنا لجفاف أو تعرضنا لإنهاك حراري أو تعرضنا لضربة شمس؟ كيف التصرف؟ إذا حسينا الأعراض موجودة عندنا أو عند أطفالنا نحاول نعوض كثر ما نقدر بالسوائل، نحاول نشرب الماء كثر ما نقدر. ممكن يوصل المريض لمرحلة أنه ما قادر يشرب ماء من اللوعة، من التعب، من الإرهاق، لحد يتوانى أن يطلب الاستشارة الطبية أو يتوجه لأقرب مركز صحي أو مستشفى، لأن درجات الحرارة أحياناً تكون درجة حرارة الجسم مرتفعة لدرجة محتاجة لتدخل طبي، محتاجة أن نعطيهم بعض الأدوية اللي تخفض الحرارة. مبدئياً لازم نخفض حرارة الجسم، ناخذ شاور بارد أو حتى التعرض للماء نفسه، أن نعرض الجسم للماء بيبخر الحرارة عن الجسم وينزل حرارة الجسم. ناخذ مخافضات الحرارة وطول الوقت نكون حريصين على شرب الماء. طبعا أنا وايد كررت موضوع شرب الماء لأنه هو في النهاية هو الأساس للعلاج. صحيح. هو أساس العلاج، هو تعويض السوائل اللي خسرناها. ننتبه على الأعراض، إذا الصداع صار زايد عن اللزوم، ما قادرين نسيطر عليه، ما مشى بمسكنات العادية، بعد لازم نتوجه لأقرب مركز صحي ومستشفى، لأن نخاف الموضوع من إجهاد حراري يتطور لضربة شمس ويحتاج عقب دخول مستشفى لفترة أطول.
طيب بما أن أنت ذكرتي الماي كذا مرة، فلو شوية تحدثين المستمعين عن الماي وأهمية الماي وإيش كثر يعني المفروض الواحد يعني يكون حريص في شربه للمياه دكتورة. الماي هو أهم شيء في جسم الإنسان، 70% من جسم الإنسان ماي. طبعا نحن شرب الماي لازم يكون على الأقل 2 لتر في اليوم، لكن في فترة فترات الحرارة وموسم الصيف وايد مهم أن نزيد في كمية شرب الماي. ليش؟ لأن الجسم يفقد السوائل عن طريق العرق والحرارة والتبخر. حتى نحن إذا ما تعرضنا للشمس بشكل عادي، نحن مجرد ما نمشي شوية تحت الشمس نحس بالتعب، نبتدي نحس بالتعب والصداع، وهذه كلها نفس ما قلنا أعراض لفقدان السوائل من الجسم. فالماء هو أساس في العمليات الأيضية، هو أساس لترطيب الجسم، هو أساس لكل شيء. ما في شيء يعوض عن الماء. يعني في بعض الناس يتعمد شرب العصائر والمشروبات الغازية على أساس أنها يعني بديل للماء. ما في شيء، ما نقدر نستبدل الماء بشيء. الماء بحد ذاته هو أهم من السوائل الثانية. ممكن ناخذ كمساعد للسوائل الثانية، لكن ما نستغني عن شرب الماء الطبيعي العادي اللي بدون منكهات. فثقافة شرب الماء لازم نبتدي فيها من مع الأطفال من طفولتهم. يعني نحن طالعين برا لازم كلنا نذكر عيالنا بالماء، كلنا نطلب منهم يشربون ماء عشان يكبرون على هالعادة. صحيح. عشان لا يحسون ان الحليب المنكه او العصاير او المشروبات الغازية هي بديل للعطش. من يحسون بالعطش يطلبون من الام مثلا ماما نبغى عصير، ماما نبغى حليب. لا، يتعودون على ثقافة شرب الماء. صحيح. ثقافة وجود الماي على طول في حياتهم، على طول موجود في إيدهم ماي، يشوفون الأهل قدامهم يشربونه. لأن إذا بنبتدي من ناحية جمالية، من ناحية صحية، من ناحية حتى الجسم اللي يفقد وايد ماي وأملاح، العضلات تكون متوترة، تساقط في الشعر يسبب تعب في البشرة، يسبب يعني فقدان الماء أو الجفاف وعدم شرب كميات كافية من الماء الطبيعي يسبب مشاكل في كل أعضاء الجسم. صحيح. وطبعا غير مشاكل الكلى، غير مشاكل الهضم. فأنا أتوقع أن لازم نبتدي مع عيالنا وهم أطفال من بعد مرحلة الرضاعة الطبيعية، لأن نحن ما ننصح بشرب الماء خلال مرحلة الرضاعة الطبيعية. فعقب مرحلة الرضاعة الطبيعية لازم نبتدي نعودهم على الماء الطبيعي العادي. صحيح دكتورة. طبعا حين احنا قلنا انهم ما يتعرضون لأشعة الشمس وما إلى ذلك، حين بيقولون شو عن فيتامين دال؟ يعني انتو تقولوا لنا فيتامين دال مهم ان احنا نعرض بشراتنا للشمس، وحين تقولوا لنا ضربات الشمس. فدكتورة لو شوية نقول يعني تنصحين المستمعين كيف ممكن هم يستفيدون من الشمس عشان فيتامين دال دون ان يصابوا بضربات الشمس. وايد مهم حتى عشان فيتامين دال، صح ان نتعرض للشمس بس نختار الوقت المناسب والمدة المناسبة. اذا اخترنا عشان نستفيد وما ننضر، ما يكون التعرض اكثر من 15 دقيقة ومش تحت اشعة الشمس المباشرة اللي هي نفس ما نقول نحن بلهجتنا القايلة، يعني مش فترة الظهيرة وش اشعة الشمس العمودية، في اول النهار او عقب العصر. يكون الاستفادة الأكثر والضرر الأقل. أيوة. فعشان حتى يعني حتى فيتامين دال ما بيرتفع معانا إذا نحن زدنا التعرض للشمس وتعبنا الجسم واستوالنا جفاف بس عشان نتعرض للفيتامين دال. صحيح. وإحنا لما نقول التعرض المباشر ترى في النهاية يعني مش يعني احنا نتعرض للشمس واحنا في غرفتنا، لازم نطلع احنا للخارج ونتعرض للشمس. لكن اللي تقصدينه دكتورة ان احنا ما نطلع في وقت درجات الحرارة تكون جدا عالية والشمس تكون عمودية، نختار الأوقات اللي شوية أشعة الشمس تكون أقل تأثيرا وأقل شدة.
نعم صحيح، ولازم نختار المدة اللي نكون فيها تحت الشمس يعني. ولازم نكون يعني في مكان نأمن في ظلة، نكون في ظلة درجات حرارة أقل، الوصول لمكان بارد أو مكان في ماء يكون سريع، ما نكون معرضين نفسنا للتهلكة تحت أشعة الشمس. صحيح. الصيف بعد بولة ونحن وايد مهم بالنسبة لنا أن نحاول نوعي الناس على أهمية الشمس وبعد الخوف من الحرارة والإجهاد. صحيح، يعني 10 دقائق، ربع ساعة بالكثير، 3 مرات في الأسبوع، أظن هذه تكفي عشان إحنا نحصل على كفايتنا من فيتامين دال، مش أكثر عن كذي. مثل ما قلتي، ما نعرض نفسنا للتهلكة. دكتورة، هل في من نصائح أخيرة حابة توجهينها للمستمعين؟ آخر نصيحة أحب أوجهها للناس حاليا هي طريقة الحفاظ على الأكل خلال رحلاتنا وطلعاتنا وسيراتنا البر والبر، وكيف أن وايد بعد قمنا نشوف حالات تسمم من الناس يأخذون معهم بعض المأكولات وما يهتمون أنها تكون في مكان بارد أو في برادات وتحت ثلج، أو يأخذون الأكل السريع الفساد اللي فيه بيض أو فيه حليب أو فيه لحم. فننتبه ونحن طالعين ان نحن ما ناخذ هالاكل معانا، ان نكون حريصين ان الاكل او اكلنا ومشروباتنا في مكان بارد، في مكان ما يتعرض لاشعه الشمس بعد عشان ما يفسد وتتغير تركيبته. واذا حسينا ان طعم الاكل او ريحه الاكل متغير لنكمل، ونحاول ان نحن نكون حريصين ناخذ الاشياء الفريش، الاشياء الفواكه، الاشياء اللي فيها اللي ما فيها مواد تفسد سريعا، وما نعرضها بعد لدرجات حراره عاليه لفتره طويله. فشو ناخذ معانا، شو ناكل، وكيف نحفظها، شيء وايد مهم بعد لصحه وسلامه الافراد العائله. صحيح، مثل ما قلتي دكتورة، الواحد يتهاون يعني يشل معاه مأكولات ممكن شوية إذا تعرضت لدرجات حرارة عالية تفسد، فالكثير يقول ما فيها شيء، ترى أنا كلها هو معاي في السيارة، وهم ينسون أن بعض الأطعمة تكون تتأثر بدرجات الحرارة، فإذا هم حتى حابين يشيلون معاهم يحطونها في بوكس الثلج، مع بوكس ثلج مع في ثلج داخله، ويحطون المأكولات داخلها، هذه ممكن تساعد في حفاظهم على المأكولات لفترة شوي أطول. تماما، سلامة المأكولات من سلامتنا في النهاية، وشيء وايد مهم إن نحن ما نتم نفتح ونسكر في بوكسات الثلج عشان بعد ما نخفف من حرارتها أو نرفع درجة الحرارة ونعرضها للفساد. ولازم الأم تكون حريصة والكبار في العائلة يكونون حريصة إن قبل لا يعطون الأطفال شيء يشمونه أو يطعمونه، يشوفونه صدق فاسد ولا لا، إنه فسد ولا لا، ولا اخترب ولا لا. إذا حسوا أن الأكل مش مثل دوم، فأنا يعني أنا أقول، أضم صوتي لصوت الدكتورة وأقول يعني إذا حسيتوا أن طعم الأكل مختلف فلا تتناولونه، هذا معناته أن الأكل صار فاسد. نعم. دكتورة هالة مصطفى درويش، أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة في دبي، الحديث معاك جدا شيق وجدا ممتع، شكرا على كل المعلومات والنصايح اللي قدمتيها لنا، يعطيك ألف عافية. مشكور عزيزتي، حياكم الله. كانت معانا الدكتورة هالة وتحدثنا عن مواضيع جدا شيقة، تحدثنا عن الجفاف وتحدثنا عن الإنهاك الحراري، ضربات الشمس، وبعد خلينا الدكتورة تحدثنا عن أهمية شرب المياه، وما نسينا فيتامين دال أيضا، وفي الختام الدكتورة حدثتنا عن سلامة الأغذية وخصوصا في درجات الحرارة المرتفعة في الصيف. مستمعينا الأعزاء، هذه كانت حلقتنا لليوم، أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. شكرا لحسن استماعكم لنا، شكرا لحسن متابعتكم لنا. مستمعينا، كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، أشكر الأستاذة نجاة السويدي لتنسيقها ومتابعتها لحلقة اليوم، وطبعا المخرج المبدع الأستاذ سعيد المر، كل الشكر لك. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم صحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.